إذا مشاهدينا الكرام، دائما متتبعي أصوات، مساءكم سعيد بشكل مباشر مرة أخرى في هذا اللقاء من مدينة سطات. باش نقول لكم المباشر واللي هو غيكون نداء إنساني، إنسان نداء موجه لكل المواطنين المغاربة، لكل ذوي يعني القلوب الرحمة، من واحد المواطن اللي كتشاهدوا معنا الآن اللي هو سي عبد الله، اللي المهنة ديالته طريقة حرة صباغ يعني حر، كيخدم في الديور، كيخدم مع الطاشرونات، كيخدم مع موالين الديور، يعني الناس اللي كيعيطوا عليه واحد بواحد، يعني باش يقلب على نهار ونهار وليداته، اللي عنده واحد عدد ديال الوليدات، عنده السكن، عنده السكن يعني اللي هو كاري وداكشي، يعني معاناة الإنسان اللي كيكون صحيح. فما بالك اليوم انسان ملي كتعدم الصحه ديالته نتيجه العمل ديالو. غادي نتعرفوا عليه وغادي نتعرفوا على بزاف ديال الحوايج. سي عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سي عبد الله، عرفنا على راسك. خويا انا سي عبد الله، كنخدم فيها دابا لمده تقريبا 17 عام وانا خدام فيها. دابا خدمت في واحد الدار مع واحد شي ناس، وقع لواحد المكتب لي واحد الطيحه طاحت رسمين يديا جوج والرجال ديالي، ودابا انا برك دابا ما كنوض ما والو، وكاري وعندي ثلاثه الوليدات، وما كاينش اللي يصير عليا وما كاينش اللي فهمتي اللي. واخا سي عبد الله، قبل ما ندوزو معاك للصير، قبل ما ندوز معاك هاد الامور هادي، بغيت نسولك كيفاش وقعت لك الحادثه باش تكون عبره لوحدين اخرين. انا كنت طالع دابا لواحد الدار خدام فيها، يعني الدار اللي كنت خدام فيها خدام في السافوطاج طروازيام. نعم. دابا الوقت اللي كنت انا خدام ما كنصحابش انا واش ما كاينش السيروت ولا ما كاينش السيروت ديال السفر من الفوق، ما كاين، ما بانش ليا انا واش كاين ولا ما كاينش. علقت الطابله ديال المسائل ديال بدينا خدامين، ماذا بيا انا تاتات من جهه ديك الستره طايحه ديال البريك. كنت غير بوحدك معك شي واحد؟ لا، ديك الساعه طالع بوحدي، كان معايا واحد ولكن ما طلعش، طالع بوحدي. ملي بان ليا البريك جاي انا نقصت، بحال نقصت خفت من البريك اللي طايح عليا، طلعت في الشانطي تهرس من ايديا بجوج ورجلي وضربت في راسي. ودابا انا كنشوف من اللي كيعرفني واللي ما كيعرفنيش يتعاون معايا. دابا انا مابقايش كنوض من قلمه وخلي. واخا مالي طحتي، شكون اللي هزاك فين مشيتي؟ هزتني لافيلانس وداوني للحسن الثاني للسبيطار ديال مدينه سطات. كان حضر فيها قلت لي الامن الوطني، جا البوليس قيد وجا مقدم ديال العداله ديال مدينه سطات. حي سيدي عبد الكريم. حي سيدي عبد الكريم. واخا دخلوك انعاش؟ دوزت في الانعاش 6 ايام. 6 ايام. 6 ايام. ومن بعد؟ من بعد خرجوني للسيرفيس. درك ثاني 3 ايام باش تبقى قال لي باش تسنى النوبه ديالك تنديروك العمليه. ما جا عندي حتى شي واحد، حتى دخل عندي واحد السيد قال لي ودي شوف ترى ما عندك، راه غادي هذاك الشيء ديال سميتو راه غادي يتقطعوا لك يديك الا بقيتي بحال ما هو، هي خاصك باش دير العمليه وانا ما عنديش باش ندير العمليه. انا كاري وعندي ثلاثه الوليدات وما كاينش اللي يصرف عليهم، وكنخدم نهار ونهار ما كنخدمش، فهمتي؟ ما كان عندي مهنه ديال مويو بحال اللي قلتيها خدام في الموقف، يعني كل نهار ورزقه، كل نهار والرزق ديالو. ودابا كتبت عليا الطايحه طاحت و هو اللي كنت من المحسنين. واخا انت ملي كتخدم دابا انت كخدمه حره، ما كديرش لا سيرونس روسكوم، ما كديروش لا شي حاجه ديال التامينات التغطيه؟ ما دايرش انا، ما درتهاش، ما عنديش انا التامين، ما عندي لا توقع، ما عنديش. عندي دابا الكرا هو كبنادم كيضارب على الكرا. شحال كاري؟ كاري ب 15000. 15000 ريال. بيتو كوزينه. بيتو كوزينه. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي ثلاثه الوليدات. تبارك الله. كيقراو؟ كيقراو جوج، وواحد باقي صغير عنده 12 شهر دابا كيشرب الحليب. دابا مابقاش يشد لي لا حليب ولا دابا اللي لقاها كياكلها، مابقاش عندي باش نجيب ليه حتى الحليب. المرا عندك خدامه ما خداماش؟ ما والو، ما خدام. انا اللي هازم وانا اللي خدام عليهم وانا اللي كنصرف عليهم وانا اللي كن. دابا انت كتشوف القولوا في الناس اللي هما كيشوفوني، والله يرجع زيكم بخير والله يرحم الوالدين. باش كتعيش دابا هاد الايام هادي؟ باش عشتي هاد الايام؟ لا، جا شي واحد كيجيب لك شي حاجه كيعطيها لك 400,000 ريال باش كدي باني تصير، هادشي اللي كاين. مولا انا راه ما بقاش عندي ما نصير، ما بقى عندي ما. سي عبد الله، الناس اللي بغاو يتعاونوا معاك، اكيد الناس غادي يبغيو يتعاونوا معاك، غادي يبغيو يتعاطفوا معاك. كاين محسنين الحمد لله في بلادنا، كاين ناس كنتعاونوا خير ودليل على موقع في الزلزال ديال الحوز. بغيت تعطي رقم التليفون ديالك الناس المحتاجين اللي بغاو يعاونوك. واخا مرحبا. 06 18 41 65 83. عاودوا 06 18 41
65 83 اكيد العنوان ديالك بحال سيدي عبد الكريم ستاس ستاس. اذا مشاهدينا الكرام دائما كما كتشاهدوا معنا هاد الصوره اللي كنقدموا لكم هاد الامسيه هادي فهي عباره ماشي هو عباره اصلا عن نداء وفي نفس الوقت كنتمنى تكون رساله توصل ماشي للمسؤولين وانما للمواطنين الناس المياومين يعني اللي كيخدموا بطريقه حره فيعني اي واحد منا جميع يقدر يتصاب اي واحد منا يقدر الله يستر توقع لي شي حادثه ما يكونش معول عليها فلهذا خصنا نفكروا في وليداتنا نفكروا في مستقبل صحتنا لان الا فكرنا في صحتنا كنفكروا في مستقبل ديال وليداتنا فهذه رساله كنتمنى تكون توصل لجميع المواطنين كذلك الجهات المعنيه وعلى راس الحكومه اللي كنطالب كنعاود نطالب انا من خلال هذا البث المباشر باش تلقى حل لهاد الفئات هاد الناس اللي كما كنشاهدوا الان دابا اب ديال ثلاثه ديال الوليدات مع الزوجه ديالته كاريبيت وكوزينه ب 15000 ريال كيخدم نهار ويبرك يومين ويبرك ثلاث ايام ويعني كل نهار ارزقه المهنه ديالته سباغ حر كما كنشاهدوا الان طاح مسكين تا خدام باغي يقلب على رزق وليداتو بالحلال طاح من فوق السابوطاج للارض النتيجة هي كتشوفوا فيها الآن أمامكم ليدين بجوج مسكين مشاو ليه رجيلات حتى هما كما كتشاهدوا هذا هو عبد الله هذا هو الحال الجديد ديالو هذا هو المير الطبي ديالو اللي بغى يتواصل معاه دائما تنقول لكم مرحبا بكم تعاونوا مع أخوكم تعاونوا مع أخوتكم خنشة ديال الدواء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خويا عبد الله آخر كلمة بغيت توجهها بجوج كلمات كنتمنى من اللي كيشوفني اللي كيعرفني واللي ما كيعرفنيش يتعاون معايا في سبيل الله الحليب وداك الشيء راني لقاها كياكلها وأنا راه ما كنوجد دابا أنا اللي كنت خدام عليهم وداك الشيء ولا دابا شكون غيجيب ليهم وشكون طواليت دابا الميحة هادي غنمشي ليه ما كنمشيش ليه لا كان ما كنمشي ليه مول لا حول كنوج ما كنوج انت وقع لك هادشي شحال دابا عندك دابا؟ دابا شهر وشي 15 يوم دابا شهر و 15 يوم وتشد الفراش اذا باش ما نطولوش عليك السي عبد الله وما نطولوش على المشاهدين الكرام فالرقم ديالك اكيد راك قلتيه الناس سجلوه سمعوه عاود رقم مره اخرى 06 18 41 65 83 عاودها 06 18 41 65 83 شكرا لك سي عبد الله وما يكون بس عندك ودائما كنتمنى من هذا الفيديو يتبارطاجا مزيان ويوصل لكل الجهات المعنيه يوصل للمحسنين يوصل الناس يعني ذوي القلوب الرحيمه داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن سي عبد الله خوكم سي عبد الله خدم بزاف ديال الديور سي عبد الله صبغهم سي عبد الله يعني عدد كبير ديال المباني وديال العمارات ديال الديور يعني سواء كانوا ديال المهاجرين سواء كانوا ديال الموظفين سواء كانوا ديال ناس اشخاص معنويين خدم لكم روند لكم واحد الخدمات ملي كان صحتو فسي عبد الله اليوم كاين شدكم الجميع خوتي المغاربه من طنجه للقويره داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن توقفوا معاه تحياتي اليكم عبر اصوات وتحياتي لكل المشاهدين الكرام.